نصبح عليكم مشاهدينا بكل خير، ولقاء جديد خفيف بإذن الله يجمعنا وياكم. طبعا مع باقة تفاعلات أخبارية منوعة تم رصدها لكم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكن قبل لا نبلش محطتنا نذكركم بضرورة أخذ موعد للتطعيم ضد فيروس كورونا من خلال الكود الظاهر أمامكم على الشاشة. محطتنا الأولى بتكون مع آخر تطورات حملة نعم للتطعيم. وزارة الصحة ومن حسابها الرسمي بتويتر أعلنت تحديث موقع التسجيل للتطعيم وأخذ اللقاح ضد كوفيد-19 فيما يخص الأطفال والحوامل، وتقدرون الحين تسجلون في المنصة من خلال مسح الكود المعروض حاليا على شاشة برنامجنا. خلونا نشوف معكم التغريدة على الشاشة. البدء بتسجيل الأطفال من عمر 12 إلى 15 سنة وتطعيم المرضعات والحوامل في منصة وزارة الصحة الخاصة بلقاح كوفيد-19. التغريدة ما زالت مشاهدينا معكم على شاشتنا. بعد الاجتماع اللي تم عمله بين مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور بدر البديوي مع مجلس الجامعة، تم اعتماد جملة من القرارات أبرزها استمرار تطبيق التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الصيفي، علاوة على عدم زيادة نسب القبول في الجامعة. خلونا نشوف التغريدة الجاية من الحساب الرسمي لجامعة الكويت بتويتر. أكيد مشاهدينا نشوف ساعات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إعلانات من حسابات غير معروفة حول إمكانيتها تكييش القروض وتسديد الأقساط للأفراد. الحملة الوطنية للتوعية المصرفية بإشراف بنك الكويت المركزي وبإدارة اتحاد المصارف وبالتعاون مع البنوك الكويتية، حملة لنكن على دراية، حذرت من هذا الموضوع واعتبرتها جريمة في حق الشخص اللي يتخذ هذا القرار. شوفوا معنا الفيديو الجاي على شاشتنا. اعتذر اخوي، ما تقدر تاخذ قرض ثاني لانك وصلت للحد المسموح فيه، وهذا الشيء لحمايتك وضمان المستوى المعيشي الكريم لك. ايش كثر تحتاج؟ لا تحاتي، قرضك عندي. تكييش القروض جريمة بحق نفسك. دير بالك التعامل مع جهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، لأنها بتعرضك للخطر. لنكن على دراية. الشباب الكويتي مرآة للوطن، وهم دائما على قدر عالي من العطاء والإنجاز في المجالات كافة. في خبرنا الحين وجوه شبابية كويتية ترفع اسم الكويت عالي بمختلف المحافل الدولية. تابعوا معنا هذه الإنجازات على الشاشة.
ومع هذا الحدث المهم باعتبار المشاركة التاريخية الأولى، غادر وفد منتخب الكويت للغوص الحر ممثلا عن النادي الكويتي للغوص والإنقاذ للمشاركة في بطولة العالم بصربيا، واللي راح تختتم يوم 27 الجاري. كل التوفيق لأبطالنا، ونشوف معكم الفيديو المتداول على شاشتنا. البطولة الحالية هي بطولة العالم والمسبح الداخلي للغوص الحر، راح نشارك بخمس لاعبين على فئات مختلفة. إن شاء الله بنشارك في بطولة العالم للغوص الحر، وهي بالنسبة لنا أول مشاركة تشارك فيها دولة الكويت. أول سنة لمشاركة بطولة العالم تحت منظمة سيماس. فالبطولة أن أنت تغوص أكبر مسافة ممكن تقطعها خلال نفس واحد. المشاركة هذه بالنسبة لنا خبرة جديدة لنا، أول مرة نشارك ببطولة عالم خصوصا مسابح، وإن شاء الله نستفيد منها وإن شاء الله نحقق إنجازات. في طقوس معينة يدخلها أو يعيشها لازم يكون وايد ريلاكس، هي اللي تساعده بأنه يؤدي غوصته بالشكل المطلوب. انطلاقا من مبدأ الرياضة للجميع، تنظم الهيئة العامة للرياضة بطولة الرياضة للجميع الإلكترونية الأولى على مستوى الكويت للفئات العمرية كافة وذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع نادي الرياضات الإلكترونية. مزيد من التفاصيل نشوف معكم الفيديو من حساب الهيئة العامة للرياضة عبر تويتر. مئات الورود الحمراء على أحد شواطئ البرازيل تأبيناً لوفيات كوفيد 19 اللي تجاوزت 500,000. نشوف هالفيديو من حساب رويترز الأخبارية. بعد ما صدقت توقعات الأخطبوط بول في مونديال 2010، صار دور أنثى الفيل ياشودة في يورو 2020 واللي توقعت فوز فرنسا. خلونا نشوف هالفيديو من حساب وكالة رويترز الأخبارية عبر تويتر.
وصلنا معكم لختام جولتنا مع أبرز الأخبار المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي. نلتقي فيكم بالغد إن شاء الله بنفس الموعد. تابعونا. مع السلامة.